ناخذوا حتى هو في المعطيات وما ناخذوا في الاسئله المعطيات الاخرى انه كاين 11 مليار درهم اللي كيدير المغاربه كيسلموا سنويا. الدوان جات في واحد الوقت اللي المهنه كدوز واحد المرحله عصيبه وواحد المرحله اللي الصيادله كيمضوا واحد الازمه اقتصاديه واحد الازمه اون كريز ايدنتيتير واحد الازمه تاع التشخيص كنظن تاع هاد المهنه ديالها. اليوم البيبان كلهم مسدودين عند هاد المهنه هادي، ما كاينش المحاور، ما كاينش اللي كيتصنت لنا، ما كاينش اللي فاتح لنا الابواب باش نعنا. وحنا كنعيشوا واحد الازمات متتاليه من هادي 10 سنين هما كيتلاو الازمات علينا بالحق. اليوم بعد التقرير تاع المجلس الاعلى للحسابات اللي كان فيه بعض المغالطات، وحنا بعض المنابر ديالكم كنطالبوا هذه الهيئه هذه باش تستقبلنا وتصنتنا، لانها ما يبقاوش يقولوا بان لا هما لا الحكومه بان ما عندناش ممثلين. عندنا ممثلين، كاين مركزيه نقابيه اللي عندها تاريخ وعندها سمعه وطنيا ودوليا، اللي يمكن لهم يجتمعوا معهم باش يهضروا عن المشاكل الاقتصاديه والمشاكل اللي كتمس الصيدلي في المهنه ديالو يوميا. ونعاود نرجعهم كيقول لك ما كاينش المحاور كل مره كيهضروا ولا كيخرجوا في شي خرجه اعلاميه كيقول لك ما كاينش المحاور، لان الهيئه ما كايناش لانهم ما بغاوش الهيئه تكون، لان هذه 4 سنين وحنا كنطالبوا بانتخابات وهما رافضين باش يديرهم. واليوم الحكومه قررت باش دير هذه الانتخابات الوغ كو هذه 4 سنين وحنا كنطالبوا، والمحاورين كانوا لان مركزيه النقابيه كاين هنا وجميع الدول وجميع حتى في الصعيد الوطني. الى خدينا لا فيدراسيون ناسيونال دو توريزم يهضر على واحد السيد مجلس الاعلى للحسابات في واحد المنبر اعلامي اللي قال لك وهما ماشي بحال على هاد لا فيدراسيون دو توريزم، عندهم هيئه ديالهم، عندهم نقابه فيدراليه. واليوم عندنا حنا عندنا الانتر سينديكال، عندنا الفيدراليه، عندنا الكونفدراليه، يعني عندنا ناس اللي كيهضروا باسم المهنه، والناس تبارك الله اللي عندهم مستوى دراسي عالي الاقتصادي وعندهم دبلومات في الحقوق وفي الدكتورات في الحقوق وفي سميتو. وكحنا كممثلين ديالهم حتى حنا اجتهدنا ودرنا دراسات في ليكونومي دو سونتي، وحنا مستعدين نكونوا محاور اساسي هادشي كله في خدمه هاد البلد، في خدمه الصحه المنظومه الصحيه ديال البلد، وفي خدمه باش الولوج للمريض للدواء، لان الدواء هادي 10 سنين وما كينقصوا في الثمن ديالو 10 سنين والدواء كله. شنو هو الدواء اللي كينقصوا الثمن ديالو؟ غنهضروا عليه. جميع الادويه اللي نقصوا منها هي اقل من 300 درهم، الا شفنا لو بلو غون بورسونتاج هي اقل من 300 درهم. المشكل ماشي في الادويه اللي اقل من 300 درهم، المشكل في الادويه الاخرى. وفي هذوك الادويه اللي اكثر من 300 ألف درهم ومن 1000 درهم حتى ل 100000 درهم، خاص عرف بان من 1000 درهم ل 100000 درهم الصيدلي ما كيربحش 400 درهم خام. 400 درهم خام ما كايناش 57%. راه قلت لكم وهذه يمكن لكم تسولوا اللي بغيتوا لي زيكسبير كونطابل ولا مصلحه الضرائب. لا موين المعدل تاع الربح تاع الصيدلي هي 27% اللي معترف بها مصلحه الضرائب، بين 27 و30%، والربح الخالص الصيدليه بين 8 و10%. باش نعرفوا، لان عندنا مشاغبين خاصك تعرف بان الصيادله في المغرب كيستخدموا تقريبا 50000 عائله، 50000 مرافقين دي زيد فارماسيين اللي خدامين معنا، ومن غيرهم كنخدموا المشغلات لي فام دو ميناج وكنخدموا العساسه. راه الا جينا نحسبوا راه 70000 عائله عايشه معنا حنايا كصيادله، يعني عندنا دي شارج، عندنا كجميع فيما دخلت البيوت راه دي شارج، كاين دي شارج في هذيك، لان سي واحد لونتربريز صغيره. وكما قلت عاود راه 12000 صيدلي راح هي 11 مليار تاع الدرهم، 11 مليار درهم إلا قسمناها هي مليون درهم صيدلية، وإلا قسمناها بديك 8% وحتى 10% هي 80000 درهم، تقسمها على 12 هي 6000 ولا 7000 درهم ديال الربح. هنا كنهضروا ما تشوفوش غير المدن الكبرى، لأن دابا حنا إلا عايشين في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا في هذي، شوفوا شوية المدن الأخرى. وفي الدول الأخرى راه ما ننساوش واحد القضية، الدول الأخرى دوك الصيدليات الصغار اللي كتربح 300000 درهم في العام، راه 300000 درهم كنقول لك، يعني هاد الناس كنقول لهم الله يكون حسن عوانهم كي كيعيشوا ما عندهمش حتى السميك. الدوله راه كتعاونهم في دول اخرى، هي كتخلصهم باش يبقاو في القرى وفي البوادي وفي الجبال النائيه واللي ما كاين حتى شي مستوصف ولا حتى شي طبيب، باش يقدموا خدمه صحيه للمواطن، وهذه راه في صالح البلد وفي صالح الصحه المواطن، وواجب على الحكومه وعلى الوزاره الوصيه باش تساعدهم باش يبقاو عايشين. وكما هضرنا هضروا على هامش الربح
وقارنونا بدول اخرى، نعاود نقولها مره اخرى، الدول الاخرى الصيادله ما كيربحوش غير هامش الربح، لا في فرنسا لا في تركيا لا في البرتغال لا في بلجيكا، راه كيعطيوهم كيتخلصوا على حوايج اخرين، كيتخلصوا كما المثال البسيط اللي نعطيك انا، كيتخلصوا على الفاكسان اللي كيديروا لي زادولت، كيتخلصوا على لي تيست اللي كيديروا في الصيدليه، كيتخلصوا على الحراسه. راه نقول لكم في فرنسا الحراسه الليله 8 اورو كيتخلصوا كياخذوا من عند المريض، وبالنهار 5 اورو. غير هذه ضربي لها الحساب وشوفي شنو هي، بلا ما نهضر على حنا هادشي ما كنديروش. حنا بالعكس حنا هنا كنصحوا كنواكبوا، وحتى هذيك لا مارج اللي عندنا، حتى هذاك الهامش اللي صغير بغاو ياخذوا لنا منه. واش الصيادله هما اللي كيربحوا الاكثر الفلوس في هذه البلاد؟ راه كاين قطاعات وكاين في الميدان الصحي اللي كيربحوا اكثر. حنا كنطلبوا الديمقراطيه، واللي غادي يخرج بشي بلاغ يجلس معنا ويتصنت معنا ويعطيو لنا المعطيات. واحد الاخ ديالكم قال لي واش عندكم معطيات؟ عندنا المعطيات ومستعدين نعطيهم، نجلسوا مع الوزاره نعطيهم المعطيات ويعطيونا المعطيات ديالهم ونتناقشوا ونجلسوا مع المجلس الاعلى للحسابات، ومن بعد نجيو للصحافه ونجبدوا ديك المعطيات وندوزوهم لكم كاملين. ولكن لا يعقل باش تجي وتاخذ المهنه ككل وتلوح بها بحال هكاك وتقول كيربحوا 57% والمواطنين الله يكرمهم. حتى انتم صحفيين، انا نكون صحفي، انا الاول جيت قريت على مجلس على الحسابات يقول لي الصيادله كيربحوا 57% غنوض غنكسبها حتى انايا وغادي نقول. لا، انا كنطلب منكم بكل ديروا اون انفستيغاسيون وغتعرفوا بان هادشي كله كاين مغالطات. وكل ما قلت لك هامش الربح 27%، هامش الصافي بين 8 و10%، مليون درهم هي المعدل تاع الصيادله في المغرب. يعني الا كنا هاد الناس هادو يمكن اللي كيبيعوا الخضره دابا كيربحوا اكثر منا. انا غير باش نقول لك لان هادشي لا يعقل. دكتور صيدلي قاري باك بلس 6 وكيلعب واحد الدور فعال يوميا اجتماعيا اقتصاديا كنديروا لي كريدي للمواطنين كما هضرنا عليهم قبيله، لان كنساعدوهم كنتساعدوا معاهم. لا يعقل بانه يجيو ويطيحوا علينا هذا الباطل بحال هكا، لان اليوم بغينا غير الحقيقه تظهر. وبغينا الاخ ديالكم قال لك علاش الاضراب هي صرخه تاع هذه المهنه، لانه الا ما درناش هذا الاضراب باش نبينوا هذه الصرخه تاع هذه المهنه، هذه المهنه غادي تنقرض، وهي من لا في صالح المنظومه الصحيه لا في صالح المواطن لا في صالح المريض المغربي. كنقولها ونعاودها، حنا مستعدين للحوار، حنا مستعدين نمشيو عندهم، حنا مستعدين نجلسوا لا المجلس على الحسابات. لا، حنا بغينا الانصات، ليكوت ليكوت ليكوت. ما كايناش اليوم فات البلاد ولينا كيجيبنا الله بان تاخذوا قرارات ولكن بدون استشاره وبدون تشارك وبدون سياسه تشاركيه. وسيدنا الله ينصرو كيقول لك بان خصك تكون سياسه تشاركيه، الدستور ديالنا كيقول لك بان سياسه تشاركيه. هذه السياسه التشاركيه ما كايناش، وحنا كنطالبوا بها، وحنا ظاهر الاشاره وظاهر الاستعداد. ولكن الاضراب تاع 13 ابريل غيبقى صرخه في تاريخ الصيدليه المغربيه، وان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا الشيء نقولها ونعاودوها، حنا المواطن فوق راسنا وعينينا، المواطن حنا مستعدين لجميع التضحيات ليه، وكنديروا بزاف التضحيات ليه. وحتى واحد ما يجي يقول لنا بان حنا وهذا الاضراب راه ماشي المركزيه النقابيه، بعدا واحد نوضح واحد النقطه، راه هما الصيادله تاع لاباز، الصيادله اللي واكلين العصا هما اللي طلبوا منا باش يكون الاضراب.